اسمي حبيب، عمري 13 سنة، نازحين أنا وأهلي، قاعدين نشتغل تعيش أهلي، السقية أرق التناك، حي الله شغلة أشتغلها تعيش أهلي. نحن من الضرب والقصف جينا قعدنا هنا بخيال، دشرت المدرسة تعيش إخواني، قاعد أطلع أشتغل نهار 5 نهار 10، أجيب بهنا لقمة الخبز والله أختي تدرس وما حق دفتر ما عندي تجيب له، حتى المي نشتريها مشترى، ما عندنا شيء نجيب لا مي لا شيء يعني. مدرسة دشرتها تعيش إخواني سجل صف ثاني، أتمنى نرجع على بيوتنا ومثل الوالدة دروس ونصير مهندسين.